في عدد مرضى الربو. لا حول. تدري من المنطقة الثانية الصباحية، يعني واضح من الترتيب أن المناطق نعم. الجنوبية كل ما اقتربت المصانع كل ما زادت أمراض الربو. والله عسى الله يشافي أهلنا إن شاء الله اللي هناك الموجودين. الله يشافيهم. آمين يا رب. والمسؤولية تقع في أرقاب المسؤولين وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء الدائرة الخامسة اللي 9 أعضاء ما شفنا ولا تصريح منهم يدافع عن قضية أم الهيمان. صحيح. وينهم؟ يعني انا والله بقول لك شغله، الله انا بسكوب احنا نحيي هذا النائب الشاب الفاضل خالد طاحوس على هذا الموقف، الموقف الرجولي، الموقف اللي ينبض بحب اهله وناسه بالدائره الخامسه. والله انا معاك، اي شيء يضركم لا يا اخوي، احنا كلنا فزاعه معاكم. تفضل يا اخوي، الهوى لك، الهوى لك، وما حد يقدر يقاطعك يا اخوي، هذا مكانك. خليني اقول لك، تدري انهم اكتشفوا كعدد وكنسبه تناسب كل 5 حالات ربو فم الهيمان يقابلها حالة وين؟ حالة المنطقة الثانية، مو المنطقة الأخيرة، أقل يعني أقل أمراض. يعني أنت 5 أضعاف المنطقة الثانية اللي خلفك. لا حول ولا يعني طبعا. وبعدين يطلع لك عضو، يعني مثلا أنا ما راح أجرح بس بذكر يعني تصريح، اسمح لي اليوم طبعا. خالد السلطان يعني حسب يعني وكالة أنباء، ونتمنى أن التصريح موله، قال أن الاستجواب فرد عضلات وتكسب شعبي. هل يعني موت ضحايا السرطان؟ لا بس 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 بمطر بمطر انا بقول لك شغله، العم خالد السلطان ما يتكلم، يتكلم عن الاستجواب، ما يتكلم عن الاثار اللي صارت بهلنا اللي موجودين بالصباحيه وابو الهيمان. ترى من هذا الباب كاستحقاق سياسي شنو الحل؟ خالد السلطان، نعم خالد السلطان ايش قدم قضيه ام الهيمان؟ قطعت الخط. وين وياك والله يا اخوي، والله وياك، شلون نقطع الخط؟ اقول لك خالد السلطان ايش قدم قضيه ام الهيمان؟ نعم هذا السؤال توجه حق يعني انا في شغله مهمه ترى شدتني. اذا هو فعلا يهمك ابو مطر، انت ليش تعتقد في البدايه ان احنا نقطع الخط يا اخوي؟ ليش يعني من اول احنا مخلين؟ انا بتكلم يا اخي، مشكلتكم مشكلتنا ومعاناتكم ومعاناتنا، احنا صوت الشعب، اذا ما نحس فيكم ليش موجودين يا اخوي؟ احنا فزاعه معاكم يا اخي. اوكي انا بسالك سؤال الحين. معظم الاستجوابات اللي قدمت معظم على قضايا مال عام، على قضايا فساد اداري، شنو حلت؟ السؤال كل الاستجوابات اللي طرحت بالفتره الاخيره شنو حلت من وضع متردي في البلد؟ هذا السؤال مو سؤال الاستجواب. انا ما هل قضت الاستجوابات اخوي بمطر على الفساد؟ هل قضت الاستجوابات على هذا المستوى اللي وصلنا له من الحوار بالحوار اللي قاعد يصير في مجلس الامه؟ هل الاستجوابات قضت على هذا التراجع الخطير اللي قاعد نرجع له ورا؟ هل الاستجوابات عمرت البلد وقدمت التنميه؟ هذا السؤال وهذه التساؤلات اللي تطرح بقوه امام تساؤلك ان الاستجواب ايش راح يسوي. احنا لما نقول استجواب هي قضيه استحقاق سياسي، عمر الاستحقاق السياسي ما خدم الامر الانساني. احنا معاك مع قضيه ام الهيمان يا اخوي، انت تحسب العوار اللي تعورونه ولا واحد من ام الهيمان ولا بالصباحيه يقول اخ احنا بنقعد ونطالع، احنا ما غير اهل فزاعه مع بعض. ولكن لما يقول العم خالد السلطان وجهه نظر عن الاستجواب، وانا قاري التصريح وعارفه وعارفين وجهه النظر، القصد شنو الاستحقاق السياسي اللي يترتب عليه؟ هل تحل احنا هنا بقناه سكوب ومن خلال هذا المنبر نقول احنا اللي يهمنا مو ان البروباغندا والاثاره، اللي يهمنا اذا كانت في مشكله شلون نسعى الى حل هذه المشكله العامه. هل الاستجواب راح يحلها ام راح يزيد التشنج ويزيد العناد؟ اذا كان الراي الاغلبيه انا اتوقع مو بالضروره راي الاغلبيه راح يحل المشكله يا اخوي. ممكن 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 تعطيني المجال عقب؟ كل المجال لك. اوكي، اول شيء انت تكلمت قبل شوي قلت يزيد الموضوع عناد ويزيد، اول شيء العناد من منو؟ يعني تقصد هل الاستجواب يعني بيخلي الحكومه تعاند؟ المفروض الحكومه لما يصير استجواب ولما يصير كشف حقائق ولما يصير نقول منو ام الهيمان لما وزعت، منو المسؤول اللي قال ام الهيمان صالحه للسكن؟ هذا المسؤول المفروض يطلع، سواء كان في وزاره التخطيط او في وزاره الاسكان، او مثلا وين الراي وزاره الصحه في الموضوع هذا؟ احنا ليش ننط من مكان لمكان؟ وزاره الاسكان شنو دورها؟ وزاره الاسكان شلون توزع ارض سكنيه من غير السكان؟ ليش ما نوجه التساؤل الى وزاره الاسكان؟ ليش ننط على طول الى الرئاسه؟ الموضوع مترابط بكذا وزاره،
وزارة الإسكان، وزارة التخطيط، الرأي، وزارة الصحة في الموضوع كذا وزارة. هذا أبو مطر واحد من المسجات اللي قاعد توصل لنا يقول الأرقام اللي قاعد تطرحها لقضية أم الهيمان هي أرقام غير دقيقة. غير دقيقة. أقول اللي يقول غير دقيقة، إحنا أهل مكة ونحن أدرى بشعابها، خلي يروح مستوصف. يمكنه هو من أهل مكة يا أخي. خلي يروح، لا اللي يتكلم شكله يتكلم من برج عاجي ولا يدري شو وضع أم الهيمان. أنت جدرك في أبو مطر إن برج عاجي ولا جدر واحد من المسجات اللي جاي. يروح مستشفى من مستشفيات المناطق. عسى الله يشافيهم أهلهم والله. ما في مناطق جنوبية، ما في مناطق جنوبية، كل مناطقنا مناطق الكويت يا أخوي. يروح مستشفى من مستشفيات المناطق الجنوبية ويشوف الطوابير الأطفال والعجائز على الكمامات الربو، ويشوف الجو شلون. كارثة هذه. نعم. ويشوف شلون ما الجو مالي السموم، المصانع اللي للحين الحكومة غير قادرة إنها تقول كلمتها في وجه أصحاب هذه المصانع. هل أصحاب هذه المصانع هم أغلى عند الحكومة من الأرواح البشرية اللي في أم الهيمان؟ لا والله أهلنا بأم الهيمان هم أغلى عندنا من نفسنا. إذا أهلكم أم الهيمان ليش ما حلت القضية؟ ليش طول هالسنوات لم تحل؟ وجه رسالتك، ترى يسمعونك الحين، وجه أخي. أوجه رسالتي بالدرجة الأولى إلى أعضاء الدائرة الخامسة، التسع أعضاء اللي ما سمعنا منهم التصاريح طول قضية أم الهيمان، وما سمعنا تصريح العضوين، يعني تصاريح مخزية. يتكلم أرواح بشرية تقتل ويتكلم يقول الاستجواب تصعيد. يعني أنت الحين الاستجوابات اللي قبل استجوابات كانت في قضايا مع العام وفي فساد إداري، يعني شنو أغلى؟ أنه مع حق الاستجواب والمال العام غالي، بس الأغلى المال العام ولا الأرواح البشرية؟ الأرواح أهل الكويت أغلى. زين إذا الأرواح البشرية غالية ليش مستكثرين عليها الاستجواب؟ احنا من قال لك؟ يعني الحكومه طلعت واعلنت ان شو المشكله، يعني عندنا احنا نتصدى الاستجواب. يعني انا اعطيتك كل الوقت اللي تبيه واكثر. زين.